اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره؟ مصلحه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، في فلوج جديد. اليوم فرحنا ماشيه، فرحنا ماشيين عمتي التوريد. لا احنا فرحنا ماشيين بصح، ماشيين الوجدة. اليوم هزيت عمتي من سيدي سليمان، قلت لها يلا معايا الوجدة تشوفي خواتاتك. انت هي مسكينه شحال من عام، شحال دابا عمتي ما مشيتش الوجدة؟ مشيت 10 سنين. 10 سنين كنت انا صغيره باش جيتي. كنت صغيره. ايوا هي هذيك ديتها هي دير صلاة الرحيم مع خواتاتها. دي معاك عمتي شوية الأعجر. ايوا شكرا. عمتي عزيزة، عمتي عمتي. إلا خطاك عمتي. هو دايا بعدا راه منسالي في الطريق ونهضرو شوية وهذي. وفي الطريق أوريدي بغينا نتغداو، وقفنا دابا في تاوريرز. حتى الطوموبيل تغسل. معاك مسكينة رجعت لحياتها. حتى الطوموبيل تغسل. ونفوضو دابا نتغداو واحد الطويجين مغربي على حق طريقو ونشدو الطريق. وخويا راه بغيت نمشي ناكل طويجين، خايف الطريق. انا فوت غير فوق داك القنطره ياك. انا في تاوريرت، تاوريرتين في شكل. ايوا يلا معنا نمشيو تاكلوا معنا طويجين. ايوا يا اختي اختي، واحد الطاجين عمتي حلي. الطاجين بالبصله والزبيب، يا سلام. شوفوا تخيلوا في المحطه عندنا. شوف عمتي عمتي حسبت راسها في الدار. ما شاء الله. الخبز اهم حاجه انا بالنسبه لي، هواي عندي كل شيء بالنسبه لي والله. تعرفوا هواي عندنا هواي وراي بك عمتي. مرحبا بك عمتي. شكرا خويا. المهم احنا في المحطه نتغداو ونمشيو. ايوا البنات يلا دابا قربنا الوجده، بقات لنا 20 دقيقه وبانت لنا من المدينه. قلت لها عمتي راه وجده. ويلي قلبك بقى يضرب بعد راه 4 سنين وشي حاجه. ياك عمتي جامتي جات على الضحكه من قربت تشوف خواتها. شكرا. واسي هي السنه الرحيم. الله يكرمك. الله ياك عمتي. الله يحفظك. احنا وصرك عليك. امين. شد السنه الرحيم. نشوف خويا، نشوف خوتنا، ونشوف خويا، ونشوف مرت خويا. امين. اما عمتي ما عمرها شافت مرت عمي، يعني عندي عمي في وجده ما عمرها ما شافت مرته. ايوا هي هذيك قالت لي ديني معاك ما تخويا شوف مرت خويا. ديني شوف مرت خويا. في دار خويا. دابا عمتي هادشي تقولي لها رجلي مرت خويا في دار خويا. اي والله احنا الحمد لله احنا وصلنا لابيات. شكرا. با وجده قلبك يضرب. ايوا مرحبا بالجاليه اللي جايه من الخارج. يبان لي صحاب الخارج يدخلوا بزاف. ايوا حنايا دابا في الدخله ديال وجده. درك الملاكي مرحبا بينا يا اختي في مدينتي اللي كبرت فيها. ولي قلبي كيضرب، قلبي كيضرب عمتي. قالك ريحة بلادي. ويا انت يا ربي. تجيني وخا الشمس تعيني. ويا يا عمتي. احساس في شكل بحال غنتزوج. سمكي كون جاي عمتي، جاي العريس كتلقى ترجف هكاك، ما ديش حال ما جيتش الوجدة. سبحان الله. شكل فين كبرتي؟ الله يسلمك عمتي، الله يسلمك. ايوا الحمد لله على على سلامتنا. عندنا واحد ربع ساعة نوصلوا للدار. صافي وصلت الحمد لله، راني في الحومة. جيت من هنا عند مول الحانوت ناخذ الحلوة ونمشي للدار. كيسناوني. شوف الاستقبال في وجدة كبير. شوف يدي كي راه دايرة ما شفتش شي قاسية. جينا دابا ناخذ واحد عمتي اخرى في لازاري هنا في العونيه. حتى هي لازاري تابعه للعونيه في طريق المدينه. مسكينه قالت توجدنا المسمن وكل شيء موجودين. فقالت لي يا عم راه جايه، راه جايه عمتي. قلت لها انا نجيبها، نمشي نجيبها بلا ما نعذبها. هو هي هذاك باش نضرب دويره نشوف العائله نشوف الحباب ونشوف. جيت تسلمت على راجل عمتي وعلى ولد عمتي. هو هي هذيك واحد الاحساس ملي جاتني الخلعه جاتني تبوري شقل فيك يضرب وكنرجع. واش واحد الاحساس في شكل بحال دابا راني حدا عبد الرحمن مول الكرام.
عمتي الزير. شو الزير عاد في العائله كيراكي لاباس كيراكي كيراكي بخير بخير كبرت كبرت على جار اي اي يا اختي صافي جامت غتجيب لنا الراجل دايره شبرتي يا كبرتي كيراكي الحمد لله هادشي مزيان ما جابولي لا عرفه لا والو قالت لي جيبك لا عرفه نمشي نجيبو راه تمشي نجيبو ايوا روحي نمشي نجيبو نطلم تما تما في الصحة والله الا حق الله على سميتي بعدا قال واش العلفه قدام دارك عرفو بنت رشيدات انا كدير بنت رشيدات واش بنتي انا ربيتها كنت ربيتي لا كوجات هذا نيش واش عندي نيشان قدي العلفه ولا كلشي مشات تاعهم وزعجي عندي تاع هذا علاش لا تجلي عزيت هذا الله عينك قلت لها امتي قالت لها ما جاتش عندي نيشان وما يبقاش فيك الحال مشيت عند خوك خوك تاع عزيز عليك واش واش بغيتي دابا ديكم مناطه ولا اتي الجوال اتي ما خسرنا مولا هذا لا والو ايوا هي هذيك يلا وصلنا دابا ايوا البيت ديالي عمتي بان لي لمطات بدلات الفراش كان بيت نعاس قلباته ما بيت نعاس وليتي تنعسي انت هنا انا مزيان مع بيت نعاس ديالي انا قلت لكم تشوفوا بيت نعاس ديالي يا حسره توحشتو عمتي رجعت وبيت تاع الضياف ايوا عمتي على سلامتنا عمتي مرحبا بك في وجده شكرا بنت خويا داكشي زين وانت زينه ربي يخليك شوف عمتي الكعك الكعك مادلينا الحلوه فريلي ذاتي مش حركه عمتي كاع ما بغيتش ندير لك السكر عارفه والرزيزه جابتها عمتي من معانا والبغرير مسمن ودارتو عمتي سعيده كراك دايره عمتي سعيده الحمد لله اليوم عمتي سعيده وعمتي فاتحه الحمد لله وشكرا حشمه واحد بنت عمتي عند سعيده على مزيناتها هاجا انا وريكم العائله كلها شو الزين راه دابا شحال من 5 سنين كانت عندك 19 عام دابا عندك 24 تبارك الله شوفوا الزين اللي عندها في العائله تقول ما عندناش الزين وربي وبنت ربيبه عمتي يعني بحال اختي تربات معنا جزائريه خيره كرك دايره خيره بس الله يحفظك الزين ها هما وليداتها ولدنا الزين خيره زوجت لك مغربي وقلت تعيش لك في المغرب العشق العشق زوج العشق خلاك تزوجي في المغرب هذه عمتي يا عمتي يا عمتي تعاقي كنت نجي عندك ناكل كاري انا وعماماتي وبنت عمتي هجره كتحتم هذه هجره غتقيت اقلم معاك وجاي نضر عمي هنايا واش كان نقول شنو نقول لهم خصهمش يشوفونا عمي عزيز غيكون هنا غيكون ندرك هنا تشوف مرت عمي اول مره غتشوفها قالت لي قالت لي انا بغيت نمشي لوجده والو اش خواتي تمشي نشوف مرت خويا مرت خويا في دار خويا ما عمرها شافتها الله ينورك اخويا نورك ينورك مشيت شفت العائله كلها وجيت دابا عند صحاباتي صحاباتي ما عارفيني جيت للمغرب ولكن ما عارفينيش انني في وجده جيت لوجده ما قلتها لهمش ودابا صاحبتي ما شفتهاش 6 سنين البنات اشوف ردت الفعل ديالها من قبل كنت عيطت لي اول وحده كنجي عندها صاحبتي نجات ما عرفانيش انني في وجده نهائيا دابا غنسكر الطوموبيل وغنزل عندها غنخلي بنت عمتي تجي معايا بنت عمتي غنخليها تدق عليها وغنشوف ردت الفعل هذيك السلام عليكم لان عندهم صالون وبغيت نصاوب شعري وانا تنزل اه زينه هذه واعره شوفوا ما عرفتش شافتني من فوق
قريب. كاينه نجاة. كاينه نجاة اختي كلميها لي الله يحفظك. قلت له بغيت نصاب شعرك السلام عليكم. نزيد ندخل هنا؟ مرحبا بنت. لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. بغيتي تمشي حبيبه؟ واه معايا بنت خالي. واه.